المدينة يا ولاد. فانا كده ابو عزوز اشتبه نظيف نظيف. ده ابو عزوز جاب لي ده اول ما اكلت منه لقمة كده، قلت له انت جايب لي طوب. بعد كده دقته مر، يقول لي ده حاجة ايه؟ انت ايش عرفك؟ مش عرفني مالح. هذه جبنة بيضة ابو، جبنة بيضة الله يخليها لك. خليها هنا، رايحين نشتري شوية اغراض وجايين. سلام عليكم. او في المدينة عامل ازاي؟ متوقعين مطر. بصوا هنا هنضلم قوي ازاي، ده منخفض كل ده. سلام عليكم. عاملين ايه؟ طبعا انا جيت هنا مول راشد مول وكده وشوية حركات وبلت فنزات ليا، وقاعدين بناكل اهو ونظبط في ديباند فلاي، وحجزت ماشي بالليل بإذن الله نضرب بقى. وبعد كده نيجي بقى لي ساعة بلف في المول، تهت والله من البوابات. ان شاء الله كده يعني مش محتاج اعمل لكم لفة في المول، يعني المول كله حاجات حلوة او كده. حبايبنا طبعا النهارده ايه اخر ساعات ليا في المدينه، وهتوحشني يا ابو عزوز والله. حبيبي كان نفسي اخدك اكلك رنجه يا عم. بلا رنجه بلا، بس انت بتحب الفسيخ. شوف انت هتسافر اليوم صح؟ ان شاء الله. وانا هسافر بكره. شفتوا يا جماعه ورايح مصر. ماشي انا اقول لك تعال معايا ما انت راضي. لا اجي معاك. خلاص يلا. والله بدل ما تروح كده ولا كده خلاص هاخدك. والله العظيم بس جننتوني والله. بن سعيد يتوهق علينا. نحاول ندخل له واسطة يعني. نحاول ندخل له واسطة ان شاء الله. يا جماعة نازلين كده، انا رايح حتة وهو راجع حتة، فالمدينة هتوحشني والله. والسعودية انا في السعودية كده كده، بس هتوحشني والله يا ابو عزوز. يا حبيبي يا ابو احمد والله هتوحشني. ان شاء الله تتعود الايام دي يا ابو عزوز. خلاص اهو ماشي، اصب لي قهوه بس قبل ما امشي سريع سريع، وانزل اشتري شويه اغراض ومجهز الشنطه اهي والمجلس الجميل ده سايبه والناس الحلوه. وخلاص ايه الساعه دلوقتي 9:15 على منزل واركب واروح بقى اشتري شويه حاجات وانا ماشي. اوصل الباص الساعه 10 وشوية، والباص بيتحرك 11 يعني. ان شاء الله ربنا يكتبها لنا نيجي تاني بإذن الله. سلام مؤقت. خلاص طالعين جاهزين ومسافرين. على فين بقى؟ على الدمام يا ولاد. نطلع الدمام ان شاء الله. الرحله طويله شويه، خير ان شاء الله يعني. ربنا يسهل الحال ووفقني، وان شاء الله اظبط الدنيا كده والشغل الجديد واظبط حالي كده. الدنيا طب ظبطت معايا واموري كويسه، انا بستمر طبعا. ما ظبطتش وارجع بلدي وظروفها ان شاء الله خير. هنا هو يا جماعه من المدينه طالعين نشتري اغراض وعلى الباص على طول. توحشنا والله يا ابو عزوز. يا حبيبي يا ابو احمد. حبيبي والله يا ابو عزوز. والله انت اللي حتوحشني والله. وانت رايح مصر بكره؟ رايح يعني عندي شغله كده لازم. ان شاء الله. انت عارف يعني جات صدفه الشغله. توصل بالسلامه ان شاء الله. الله يسلمك. يسلم. ان شاء الله انا حنزل لكم من القاهره على الدمام. ان شاء الله قلنا من القاهره على الدمام باذن الله. استناك اخلص بس شغلاتي وانزل على طول باذن الله. كده يا جماعه وخارجين اهو من المدينه. انت دائما لما يجوا يعني الناس عندكم تقولوا نورت مصر صح؟ نورت مصر. ايوه وانا اقول لك نورت المدينه. بنورك والله، منوره باهلها وناسها. يا حبيبي حبيبي ابو عزوز.
يلا يا جماعة احنا في الطريق كده ونشوف هنعمل ايه. الساعة 4 العصر دلوقتي بالظبط، 4 على الاف، بس واصلين الدمام من 11 بالليل، دلوقتي 4 العصر. خمستاشر ساعة تقريبا، لا ما ادري. الدمام اهو، بس لسه باقي 10 دقايق وهوصل لمحطة الباص. الدمام يا ولاد، عايز اقول لكم مشوار علقة، مشوار علقة علقة علقة، اقسم بالله لن ولم يتكرر ابدا في حياتي، لا جوه السعودية ولا برا، لن ولم يتكرر، والله لن ولم ابد 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 ابدا والله. بصراحة والله قلت نوم اخف 5 دقايق اصحى، وانا ما عرفتش انام عشان التكييف ساقع جدا. قلت له كذا مرة التكييف هو يتسيب وشغال ساعة ساعة، حتى القطر كان التكييف في ساعة، بس الحمد لله وصلنا اهو. وصل بقى مسجد جامع عبد العزيز بن محمد القاضي، الله يرحمه ويغفر له. كل شيء 5 جنيه واكتر، سواء جزوم اقتصادية.
مفيش قول للسواق على جنب يا اسطى وبتاع، لا هو في مكان لمكان ترعى. فتنا على الكشري يا جدعان، جبت العلبة دي، علبة صغيرة مش كبيرة، ب14 ريال، 14 ريال. خربتك يا ابو احمد، حلوين بالعافية عليك.